أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في أبرز ما سيتم شرحه في مادة الأسبوع الثامن عشر من كتاب التربية الإسلامية للصف السادس الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ، لابد من تحديد أبرز الجوانب والأهداف التي يجب التركيز عليها في هذا الأسبوع. إذن أهدافنا التعريف بمحتويات الأسبوع مع كيفية تحقيق الربط بالمواد الأخرى. الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه في هذا الأسبوع هو موضوع التكافل الاجتماعي في الإسلام، ولا بد عند ذكر هذا الموضوع أن نربط بمادة اللغة العربية من خلال التعرف إلى المصطلح أو إلى معنى المصطلح الجديد وهو مفهوم التكافل الاجتماعي. دعوني أقرأ الحديث النبوي وأذكر فيه لأن كنا قد تناولنا معناه سابقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن ماذا يمثل المؤمن لأخيه المؤمن؟ البنيان. إذن هنا تشبيه كاف، الكاف هنا جاءت للتشبيه، شبه المؤمن للمؤمن بالبنيان. ما الفرق؟ ما وجه الشبه؟ أن البنيان دائما يشد بعضه، والمؤمن يساعد أخاه المسلم ويكون مصدر ثقة وعون له. وهذا ما أقصده بالتكافل الاجتماعي. إذن التكافل الاجتماعي أي تعاون أفراد المجتمع لجلب الخير لهم ودفع الضر عن أي فرد منهم. ونحن نعلم أن المجتمع الإسلامي يجب أن يكون مجتمعاً قوياً متماسكاً يحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده كافة. ولكن أين يمكن أن نحقق هذا المفهوم وهو مفهوم التكافل؟ قد نحققه أينما كنا، فقد نكون في الأسرة، وقد نكون في المدرسة، وقد نكون في العمل أيضا. كيف يتحقق التكافل بين أفراد الأسرة؟ عندما يتعاون أفراد الأسرة فيما بينهم، كيف؟ يشعر الكبير بالحنو والعطف على الصغير، ويحترم الصغير الكبير، ثم يتعاونون في شؤون البيت، ففرد واحد غير قادر على إنجاز المهام كلها. لذلك قد ينفق الرجل على زوجته وأولاده، أما الأم فقد ترعى شؤون بيتها وتحرص على تربية أولادها. أما الأبناء فقد يحسنون إلى آبائهم ويبرونهم وينفقون عليهم أيضا عند الكبر. ومن الأمثلة الدالة على ذلك أن عائشة سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم. وهذا هو المثل الأعلى، فقد يكون الوالد مثلا وقدوة لأبنائه داخل المنزل. كيف يكون التكافل بين الأقارب؟ أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. من هم الأشعريون؟ هو قوم الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن ما دور الأقارب هنا؟ وكيف يحققون مفهوم التكافل الاجتماعي؟ يعطفون على بعضهم ويحسنون لبعضهم أيضا، ويزورون بعضهم فيشاركون بعضهم الأفراح والأحزان، ويتفقدون أحوالهم ويحسنون التواصل بينهم، ويرعون ضعيفهم وينفقون على فقيرهم. ليكن حديثنا الآن عام، فكيف يتم تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع؟ يحرصون على التعاون ابتداء من الحي للقرية للمدينة للدولة. فمثلا قد يدفعون الزكاة أو الصدقات، قد يقومون ببناء مشاريع تحقق تشغيل الأيدي العاملة، قد يعلمون الفقراء ودعم مؤسسات العلم، وهذا ما نرى أيضا من صور كثيرة في مجتمعاتنا. ولا ننسى أيضا الحديث عن حقوق الجار،
وأذكر عند حدوث الكوارث والزلازل كما حدث في سوريا وتركيا، قامت الدول بالوقوف إلى جانب بعضها البعض لمعاونة هذه الدول المنكوبة. وقد تكون هذه الكوارث مختلفة، فقد تكون فيضانات أو حروب أو مجاعات وأوبئة. الموضوع الثاني الذي سنتحدث عنه هو تلاوة آيات سورة القمر وتطبيق أحكام التلاوة والتجويد تحديدا مخرج الحلق. أذكر بأن التلاوة ستستمعون إليها من موقع تنزيل القرآني، وهو الموقع المعتمد في المنصة، ثم نتعرف إلى أبرز المعاني وكيف يتم تطبيقها في أثناء التلاوة. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب يومكم بكل أمل وحب.